شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم رشيد شو. رشيد شو، حلقه جديده ونجوم جداد. ضيوف ديال حلقه اليوم تالقوا بزاف، خصوصا في الويب. فيما مشيتي كتلقاهم، حليتي فيسبوك تلقاهم، حليتي انستغرام تلقاهم، حليتي تويتر تلقاهم، حليتي الثلاجه تلقاهم. النجوم ديالنا تعرفوا بزاف، عندهم شعبيه في المغرب وخارج المغرب. قبل ما نستقبلوا نجوم حلقه اليوم، عندنا واحد النجم زوين اليوم، بغيتكم تصفقوا حراره على البراءه، صفقات حراره على نزار. نزار تبارك الله عليك، اش هاد التبوكيصه تبارك الله، شكون لبسك؟ ماما. الله يخلي لك. شنو سميتها؟ إلهام. كوستيم واعر احسن من ديالي. والفيستا شحال شريتيها؟ بشحال؟ شحال يا بابا؟ شحال؟ 50 درهم. الله يلعن، برافو عليك. والكرافاطة هاتي كتبان بحال شي وزير. الكرافاطة زوينة، شحال؟ نشوف الكرافاطة ديالك زوينة. واش ديال بصح ولا داك اللي كيتجبدوا بلاستيك؟ ديال بلاستيك. وريني وريني وريني. الله يلا، عاود عاود شوف. يا سلام، هاد الجمهور كيجاك؟ واش زوين ولا عايش شوية؟ شوية. وتبارك الله على السروال، ولكن علاش ما درتيش الفيستا في لون السروال؟ علاش؟ حسيت بغات ماما تلبس لي فيستا مع سروال. كيفاش؟ بغات ماما. ماماك شكون قلتي لي سميتها؟ سميتها إلهام. ظريفة ياك؟ كيفاش دايرة؟ وصفها لي كيفاش دايرة، شعرك كي داير؟ بيض. عرفتيني بدا انا، عرفتيني ولا ما عرفتينيش؟ شكون انا؟ عرفتيشو. فين كنبان؟ فين؟ كاميرا. فين كنبان؟ كاميرا. كاميرا؟ ما كنبانش في التلفاز الا؟ اتبان. اين نهار؟ اين نهار؟ اين نهار غنبان في التلفازة؟ السبت الحد. سبتو لحد علينا شوميشة. ضرب هنا اب شوية صاحبي، شوية. الله يلا تبارك الله عليك. عندك شي صحابك في المدرسة؟ عندي. شكون صاحبك اللي ما عندكش معاه، اللي ما عزيزش عليك؟ حفصة. ويلي 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 نزار، تبغي تجلس معايا لهي بحال الفنانة؟ تجلس معايا لهي يا نزار. يلا تصفيقات حارة على نزار. تبارك الله عليك. الله وطلع خذ راحتك، سكت سكت مزيان. الله يلا جاك الكرسي، يا سلام. صبات جديد، انت شريتي؟ شريتو لي ماما. امتى؟ اليوم. اليوم شو تبغي تقول لماماك اليوم؟ شو تبغي تقول لها؟ كنت مدرسة باش تعطينيش لعبة صغيرة. علاش ما كتعطيكش لعبة؟ عشان الغوطة باش نفطر. بصح باش كتفطر في الدار؟ الحليب والبيض والخبز والزيت. باباك فين بقى باباك؟ مشى مشى مع مشى مشى يخرج خرج. فين مشى يخرج؟ يشوف البورتابل. مشى يخرج يشوف البورتابل؟ اش كيشوف في البورتابل؟ بغى يبيع بورتابل ديال شوكاينه.
انت الدراري راه ما تيخبيوش الدواسه دابا بدا البورطابل ديال سكينه علاش بغي يبيعو حسافيس في افيس اليوتيوب ما فيش اليوتيوب ومشي يقلب على شي بورطابل اخر شنو يكون فيه بحال ماما اي عندها بورطابل كي داير بورطابل ماما في قداش تقريبا قداش هكا هكا انا عندي طابلت مساليه طابلت وماماك عندها بورطابل وباباك بورطابل قداش باباك صغير وفين غيبيع البورطابل فين غادي يبيعه ماعرفتش ما بغيتيش تقر ياك ما بغيتيش تقر دابا الناس اللي كيتفرجوا فيك شنو تبغي تقول لهم اليوم نقول لهم انا غنمشي للدار ونعس غتقول لهم انا نمشي للدار وتنعس هادشي اللي غتقول لهم للناس باش يتفرجوا فيك باش يتبعوك في الحلقه نتشكى اشنو دير نتشكى مزيان كتعرف بالمير اه كتعرفهم شنو هي بالمير النمر بالمير هما واحد الخوت كيغنيو بجوج اه كيغنيو كيكونوا بزاف في الفيسبوك اجي قول لي شنو بالك نستقبلوا الضيوف ديال حلقه اليوم نستقبلوهم لا علاش بغيتي تبقى بوحدك ها تصفيقات حاره على نزار نزار شكرا اللي حضرتي معنا تبارك الله عليك باي 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 باي, باي. مشاهدينا الضيوف ديال حلقه اليوم هما جوج ديال الفنانين الشباب قدروا انهم يتالقوا ويديروا الاسم ديالهم في الساحه الفنيه تعرفوا اكثر في مواقع التواصل الاجتماعي استقبلوا معايا بحراره عافاكم الاخوان بالمير اخوان بالمير شكرا السلام عليكم نهار كبير هذا لاليخ كل شيء بخير الحمد لله مرحبا بكم في رشيد شو لاليخ مخلوعين مرتاحين مرتاحين مخلوعين مرتاحين بيان سور قبل ما نبدا معكم حلقه اليوم درنا لكم واحد الفيديو تعريفي على طريقه رشيد شو نتعرفوا به على المسار ديالكم ولكن بواحد الطريقه في شكل نشوفوه يلا شوفوا هاد الحلقة هما جوج المغنيين خوت في الحالة المدنية والفنية مطيحين الوراق بغيت نقول ما عندهمش غرام ديال العقل هاد جوج دايرين بحال المش مع الفار والغريب انهم ديما مجموعين ما كيتفارقوش ومن بعد ظاهرة ميغري في السبعينات والاخوان بوشناق في الثمانينات والاخوان شوقي في التسعينات في هاد الايام غتخرجوا لنا الاخوان بالمير عمر ورجاء بدأوا بالكوفر انتي باغية واحد يكون دم بارد وتشهروا في الانستغرام والتويتر واليوتيوب وعندهم واحد شطحة سبيسيال مخلطة فيها قناوة عيسى والرقادة الهاوس الهونو السامبا الرامبا الصلصة شي حاجة ما مفهوماش ومن بعد خونا قال ليها مال الزين مكشف اختنا وهي تجاوبوا انا بلياك خونا هو يقلب وجهه وقال ليها اشنو بيني وبينك ومن بعد صاحبنا عرف راسه باللي قفرها وهو يقول لها
ما بغاش الناس يعرفونا خايف على حبنا يحسدونا داك الشيء علشان لا عندي ما يتسال تبارك الله عليك نتوما تبارك الله عليكم نتوما كيعرفوكم الناس تبارك الله بالفيديوهات ديالكم كيعرفوكم بالنشاط ديالكم بالرقصات ديالكم وايضا بالاغاني اللي اديتوها ولكن الاستثناء اللي درتو نتوما انكم بجوج خوت فغالبا حنا كنشوفوا بنت ولد يقدروا حتى التصويره ما يبغوش يتصوروا بجوج ولكن نتوما الاستثناء يمكن اللي خلى ان الناس يعرفوكم بزاف انكم ديو ديال جوج ديال الخوت كيفاش قدرتوا انكم تفهموا وعلاش بالضبط شكلتوا نتوما الاستثناء هو العلاقه ما بيني وبين عمر هي كانت من الصغر حيت ماما وبابا كانوا ديما كيخليونا مع بعضياتنا كيحاولوا هذيك العلاقه ما تكونش سطحيه ولا زعما تعامل معاه كاخ سمعتك بحال ضحكت فداك الشيء علاش من الغادين وكنكبروا كتقوى العلاقه والفن زاد جمعنا اكثر الفن نجمعكم اكثر ولكن واخا كديرين بحال المشو الفار نتوما يا مشو الفار فشي لعيبات فشي كوي فشي حاجات هاد القضية هادي بزاف ديال الناس في الاول ما قالوا هادو يمكن ماشي خوت دوك الناس قالوا هادو جوج ديال الحبان ولكن في الاخر تلقوا خوت خوت لا خوت هو كاينين بزاف باقي لحد الان باقي لحد الان كيظنوا بلي حنايا راه ماشي خوت كنبغي نقول لكم انا ورجاء الان للاسف خويا للاسف اختي للاسف الشديد خويا شكون الكبير فيكم شكون كتقول شكون كنقول كتبان لي دي مرزنا شويه يمكن انت على اللي مرزنوا كيرتي لا هي اللي كبيره هي اكبر مني هي اكبر مني بعامين تبارك الله كيحترمك شويه ولا والو والو ما كيعرفش الاحترام من الطريق عنده ما كاينش عنده الاحترام في الحياه ديالو الاحترام في جهه حيت انا عارف بان حقر عليك دائما كيدير لك المقاليب دائما وهاد المقاليب كتشاركهم مع الناس كتلوحهم في مواقع التواصل الاجتماعي غريبين اخوان بالمير المشاهدين اللي بغاو يعرفوا اكثر اخوان بالمير غنخليهم يتعرفوا لهم اكثر في هاد الصور وغادي نرجعوا فكرة عندك قديمة بغت رجعيني بالفات ما يمكنش ربح ديما اللي يحسد يحسد حنا خلاني نمرد نبقى عايش بحالة ولا لو لا لو لا لو لا لا وتعقدت المسألة هذه ماشي معاملة اليوم بغينا نتعرفوا عليكم اكثر ولكن بطريقه خاصه بغينا نعطيكم جوج ديال لي زاردواز لكل واحد فيكم ياك رجاء وعمر غادي نسولكم بعض الاسئله وكل واحد فيكم غيحاول يجاوب بوحدو غادي نسولكم اسئله عندها علاقه نشوف واش رجاء وعمر مفاهمين ديال بصح رجاء شنو الطبق المفضل عند عمر هي اللي غتجاوب جوجكم تكتبوا ونشوفوا واش كاين تطابق الطبق المفضل عند عمر ودغيا عمر بزاف كياكل كلشي اللي كناكلو ديما اللي كنلقى في الكوزينه كيدوز عليها اللي كتكون في الكوزينه كناكلو ثلاثه المرات ثلاث سيمانه كامله كتبقى كل نهار كتاكل واخا عرفتيها عرفت هي اللي كتشيط في الثلاجه يلا شوفوا لوبيا وبالقديد مزيان 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 كيدوز على القديد كيخلي على اللوبيا وكتبانو كيليميني شنو كيليميني لا ويلا كيبان لك راه هي العصير وانا حيت ملي قالوا اللوبيا تصدمت انا الشكل ديالهم ماشي اللوبيا ديال لي سوشي واخا سيدي شكون اعز الاصدقاء والصديقات عند رجاء ريما شكون هي زوجة المستقبل ديال عمر ما تحاوليش يلا دغيا دغيا ما تحاوليش دغيا لا دق ايه لا اوكي سير انا صار نقول زوجة المستقبل لا لا نقدروا نقولوا الصديقه لا اللي مستقبل مشروع زواج مستقبلي مسكينه كنقول لك من هذا المنبر عداك تشوفي فيه راه ما يتشافش اش غديري بيه اسميه كتبت عم تحاولي
انا هذا الشيء هو اللي كاين. ايوه بس طيب ها لا 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 حيد عليا المتابعين ديال عمر على موقع التواصل الاجتماعي. اذا مريم عندك لا لا هذه صديقه ليا فرحالي واخا واخا شنو هي هذه سهله يلا شنو هي النمره التليفون ديال عمر دغيا بلاتي احبسي اصلا معروفه يلا سير الا رجاء سمح لي انا نقول لكم نمره التليفون ديال رجاء سير سير يلا سير يعني تكتبيها رجاء النمره ديال التليفون حصريا ديال رجاء رجاء ما تحاوليش ما تحاوليش ياك ما كتبتي نمرتها بصح كتب نمرتي ديال بصح بخبارك غادي ندوزها ماذا ما نديرو ماشي مشكل خذ راحتك خذ راحتك غنبدلها ماشي مشكل شنو هو اخر اجر تقاضاه عمر في شي حفله اخر اجر المشكله حفلات حنا بجوج راه بجوجنا دونك راه غنفرشوا براسنا بجوج لا لا حيت سمعت واحد القضيه عمر ما فهمتهاش قال لك بانك انت في الحفلات اللي كديروا بجوج قلنا بان الاجر ديالك مضاعف على الاجر ديالها يعني تاخذ الاجر ديالها فوا دو وهي الصراحه 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 كنتقاسموا بجوج ما كاينش تقاسموا كنتقاسموا الريال بالريال كنديرها كيعطيني انا القرفيه وكياخذ الزرقاء الزرقاء دونك بصح كندير هادشي رجاء عمر كما قلت في الاول انتم كخوت بنت وولد مفاهمين هذه القضيه هذه شكلتوا بها الاستثناء ويمكن ساهمات اكثر في الشهره ديالكم غالبا وهذه القضيه بغيت نناقشها معكم ناخذ رايكم بعض المرات الولد كيتلقى كيستعر من اخته ما كيبغيش يهضر معها ما كيبغيش يناقش معها لدرجه ان بعض الاحيان كتلقى الولد كيتصدم في شي سلوكات ديال الاخت ديالو لانه يمكن ما فتحش لها قلبه ما هضرش معها ما ناقش معها انتم شنو رايكم وشنو ممكن تقولوا للشباب في هذه القضيه هذه انا اللي يمكن لي نقول هو كل اخ واخت بالنسبه للاخت ديما الاخ كيكون عندها ظهر وسند وما تلقاش محسن منه بالنسبه للاخ خاصه هو يحمي اخته ويحاول يفتح لها قلبه صافي ويديروا خطوه باش مع انه مؤخرا يعني ولينا كنشوفوا اخ مع اخت يعني اعطينا واحد الانرجي للاخوان يعني باش هما يوليو مصاحبين مع خوتهم يعني ما يبقاش واحد الحد بيناتهم بجوج فانا يعني كيوصلوني ميساجات كونكو عمر شكرا لك حيت خليتونا بحالكم يعني صامي في بليزير وان شاء الله ما تبقاش طايفوا ما تبقاش واخا انتما عندكم هذه القضيه كانت بيناتكم ما خلانيش هذا مول الفيستايم كنبغي نهضر معاك جاوب جاوب الو الو رشيد شو وي عباد خو رشيد اي دوزي ديك الدريه بغيت نسولها هيا اختي ما تقلقيش مني بغيت نسولك سول دابا انت كي درتي لها تعاد في قصه واحد بكري وتفيقي خوك عمر نوضر واحد السيد راه له اغنيه زوينه نديروا ليها كوفر نكوفروها وحشومه ما كتبتو ما لحنتو ما وزعتو ما حشمتو ما راعيتو واش الناس ضربتها مالها وانتم تاكلوها بارده مزيان ها سمعي سؤال موجه لك انت جاوبي اختي فاش بان لك هوبي عمر اللي كان من الفكره ديال الكوفر ديال انت باغي واحد فاق عجبته الاغنيه قال لك غنمشيو للاستوديو كاين صاحبي غادي يسجل لينا نورمالمون كنت غادي نغنيها انا بوحدي فقلت اسمو الاستوديو قال رجاء سيري غني نشوف كي غادي يطلع مع صوتك فغنات واحد لابارتي من الاغنيه درنا لها فيديو كليب عجباته وهي اللي فتحت لكم ابواب ديال الشهره انا بغيت نسولكم بعض الاسئله ونربطوها شويه بالغناء كنعرفوا ان تبارك الله حافظين بزاف ديال الاغاني ديال بزاف ديال الفنانين غادي نسولكم بعض الاسئله وبغيتكم تجاوبوني بالغناء بعض الحالات مثلا عمر تعدى عليك بزاف كما كيدير لك دائما المقاليب اللي غنشوفهم في هذا الفيديو دابا شويه تعدى عليك وعصبك وقلقك في الدار اش غتقولي ليه باغنيه
أغنية. لا 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 لا, لا زادت بزاف الحالة تشكي به خالتي مي ما تقدرش تدوي مع عبد العزيز ياك مزيان انت عمر الى رجاء عصباتك بزاف اشنو تقول لها باغنيه واخا غادي نقول لها انت باغي واحد يكون دمو بارد يلا طيب وانت باغية واحد يكون دمه بارد ساكتي ما جابك ضلقي ما يدويش تعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرضنا بالزفعة درويش رجاء إلا بغى شي نهار عمر يحقر عليك واخ سير في حالك شوف لك شي دمدومه سير في حالك سير في حالك شوف لك شي دمدومه انا عمر نعم الا شفتي رجاء مثلا شفتيها غضبانه واش ممكن تقول لها مال الزين مكشر هذه اغنيتكم هذه اغنيتي يلا كمل باين علي متأثر ما يكون انا زعلته وانا ماني متذكر غير قولي ليش بيك ما نصبر انا بلا بيك انت لي يا حياتي شوف راني نبغيك اوكي ماشي يا خاين قول البارح وين كاين ما رديتيش الواتساب وانا نشوفك اونلاين شكون هي الجديده روح بقلبي لك بيدا علاش هكذا متوتر هاتلي يلا كمل معانا وانا نسجنها عايش مو معقوله هذه البنت التذكيره طايش كرهتني بالناس وقال انستغرام وفيسبوك تويتر ولا بالواتساب عيني تشوفك يا ولد تحاول تخدع وتلعب برافو مال الزين مكشر من الاغاني الناجحه ديالكم اللي حققت نسب مشاهده عاليه تقريبا شي 50 مليون مشاهده وي. على موقع يوتيوب ويمكن تكلاسات باغمي لي توب 5 اكثر 5 كليبات مشاهده في الوطن العربي درتو لاباس هذا التليفون كيصوني شوف عاوتاني شهد هذا الشهد كيتشكى منكم 100% الو هالو سي رشيد كتشوفني اي كتشوف خويا معك صارت رجاء عمر سعديه عيطت لك اخويا خصيصا باش نتشكى منك علاش ناري ناري يا خويا داك الجنون اللي بارك في حداك خويا اختي راسك منهم داك النهار اخويا باكا كنتفرج انا وراجلي في المسلسل يا خويا انت كنسمعوا با مع اللقطه فاش معنا راه كنضربها طوموبيل نطي يا عمر زديتي بيا دري ديال القنبر وضحكتي مع اختك بيها ما حشمتيش ها بلاتي بلاتي قول ايوب وايوب وانت شنو اللي خلو فران وطلع شنو لي ديك القنبوله طلع سمعتي اخويا رشيد حدي راسك اتانسيو 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 راه سطاني في داري اخويا كنت تجيجني انا ما كنتش عاقله على راسي الخضر مشى ليا الفراش تاعكم معانا انا غنجيب ليا الراجل اليوم ايوب اطلع من الزله شوف شوف تحيه للسعديه جارتنا هاد القديره بصح انا سمعت الجيران تشكوا منكم شويه كديروا الشغب بزاف وسيرتو انت ديما هي عندها فوبيا من اي حاجه كتفركع كاينه ما كاينه واش فريات القديه ولا ماشي ها انت شتي واش فريات الله يتحشمك
هي عندها فوبيا من اي هذا. شنو درت ابلاتي ديك الجاي؟ ابلاتي اليوم اليوم خرج منك. واش ديما كيدير لك هاد المقالب هو؟ اخويا عمر. ورجاء اليوم غادي نخلي الجمهور يكتشف بعض المقالب اللي كيديرهم لك عمر في الدار. نشوفوهم في هذا الفيديو ونرجعوا على ما ترتاح شويه. السلام عليكم. شوفوا شنو غادي ندير لها. حاقر عليك بزاف اخويا. نجي ما كديريش ليه المقالب؟ ما كتقدرش. كتعيق بي... كنعيق. قلتي والو؟ شنو قلت صراحه؟ عرفت عرفت مفيده. انا عايز جمله مفيده. عمر ورجاء، اغنيه مال الزين اللي لحقت نسب مشاهده كبيره كما قلنا، ما فهمتش كيفاش الكلمات سعوديه، اللحن عراقي، توزيع اردني، الماسترينغ في دبي، سجلته في قطر. شدي اغنيه ولا كاس العرب؟ وعطينا كل بلاصه كل بلاصه درنا فيها حاجه باش تطلع شي حاجه شي حاجه باش تطلع شي حاجه شي حاجه ضروري من هذا الشيء باش تطلع اغنيه زوينه. لا لا ماشي ضروري، هي كانت غير بالصدفه. كل مره فين درنا اللحن فين دار الكلمات منين وجات بالصدفه، وحاولنا بانه الاغنيه توصل لجميع الفئات ديال الناس، يعني تكون في الوطن العربي كامل. ماشي غير لانه بيني وبينك الاغنيه الاولى اللي كانت عندنا درناها 100% مغربيه، يعني كنا مركزين على المغرب، وجات مال الزين قلنا يعني علاش من يعني كلشي يسمعها وكلشي يفهمها ونديروا كلمات اللي مفهومه. فداك الشيء علاش اختارينا مال الزين، والحمد لله نجحت. اول اغنيه درتو اللي ساهمت في الشهره ديالكم كما قلنا هي اغنيه ديال الفنان سعد المجرد، انت باغيه واحد. درتوا الاغنيه وتعرفوا عليكم الناس بها وتشهرتوا في المغرب وفي الخليج، ولكن كانوا شي تصريحات ديالكم لبعض الناس تتقولوا فيها بان الاغنيه ديال انت باغيه واحد انتم شهرتوها اكثر من الفنان سعد المجرد، وانه انتم السبب انها تشهرت في الخليج. لا هذه ماشي هضرتنا، ما قلناش بهالطريقه. يمكن هما ملي جاوا بغاو يكتبوها كتبوها بهالطريقه. وي وهذا هذا كاين هذه الهضره تكتبات في الصحافه خليجيه كوم كوا رجاء عمر معرفونا انت باغيه واحد منهم، وكنا كنصحابو بان الاغنيه ديالهم. هادشي ماشي حنا اللي قلناه، الصحافه اللي كتبات. وانا كنقول كون سعد ما خرجش انت باغيه واحد راه ما كانش يكون عمر ورجاء. دونك هذا الدراما ما كايناش. لا ما كايناش. نتوما ها هنا عاوتاني، شوفوا السعيديه عاوتاني. الو الو، السلام عليكم. امسك الله بالخير. شكون معايا؟ هذا البرنامج المغربي راشد شو. نعم حياك الله يا راشد، هذا البرنامج متميز. الله يبارك فيك، شكرا. اظن ان اليوم معك الفنانين عمر ورجاء المشتركين بنسب 1%. تماما. هلا الله هلا الله عليكم. الله يرضى عنك. الله يمكن يمكن أتكلم معهم؟ تفضل. الله. سلام يا رجاء يا عمر. وعليكم السلام. ظن لا تذكروني وأنا أذكركم منيح قوي والله. ها؟ أنا أتذكركم منيح. يتذكرك الخير أخويا. شكرا. أنا مو أخوك، أخوك جنبك. أوكي. يا عمر ويا رجاء، في حفل زفافي بالخليج. زفاف بنتي المدللة الجميلة. طلبتني اني استضيفكم وصدفتكم، وتفهمني على ثمن. استضفتينا ولا لسه غتستضفنا؟ لا صدفتكم. اوكي هذه مده. واتفقنا على مبلغ متميز، واستمر الحفل الاغنيه الاولى الثانيه لما شفتوا التفاعل مع الفانس تبعكم ومع الجمهور. تدري تضاعفون عليه المبلغ. لا اسمح لي، هنا بدك تقول ان كرشهم كبيره. لا اكيد. شكرا. نعم تبارك الله. وهذا غرور منكم.
تضاعفون المبلغ. وقالت لي ابني بنتي مدللة الجميلة إنه ما يهم الفلوس ما يخالف، الفلوس ما يخالف ما يخالف ما يخالف. أعطيناكم مبلغ وفي الأغنية الرابعة تتشاجرين أنت وأخوكي، هذا الشيء مو سلوك. في حفل بنتي تتشاجرين أنت وأخوكي. شنو وقع؟ شنو وقع من تشاجروا؟ واش ضربها ضربات؟ شنو وقع؟ يفرقعون القنبول لما عشان ما أسمع يفرقعون القنبول والله. ولكن ولكن صوت رجاء يبشبشني وصوت عمر يكشكشني والله. هذا فقط مقلب من الفنان الفكاهي سهيل فهيمي، شاب موهوب دارها بكم ياك. عندي ما يتسالي. واش نتوما متفقين رجاء عمر ان الشهره في الانترنت كتفتح لك يعني مجال على واحد الفئه من الجمهور اللي هي الشباب، ولكن الناس الكبار ما نظنش انهم كيعرفوا رجاء عمر. شنو بان لكم نتوما بهذه القضيه هذه؟ هو الويب دخل حتى لي بارون ديالنا، ولا حتى جو بونس انا حتى جدي عنده يمكن فيسبوك. وي جدك تا عنده فيسبوك؟ وي جدي عنده تاو طابليت، هاكو شارجي ليا الطابليت، هاكو الطابليت نزل ليا هاد لابليكاسيون. هي ديغنييغمون ولات هاد الظاهره، ولا حتى الكبار يعني حتى الكبار ولاو كيقولوا علاش ما ندخلوش للسوشيال ميديا ونشوفوا شنو كاين. والناس كانوا كيشدوا التسابيح دابا غيبداو دابا غيوليو يشدوا التليفونات. واخا انا بغيت ندير معكم واحد القضيه رجاء عمر. الميكرو تخطواغ، نتوما اللي تمشيو تسولوا الناس وتقولوا لهم واش كتعرفوا رجاء وعمر بالمير، بلا ما تقول لهم واش حنا هما رجاء وعمر. متفقين؟ متفقين. يلاه نشوف هذا الميكرو تخطواغ. كتعرفي عمر ورجاء بالمير؟ لا اش غادي نقول لك انا والله ما عرفتهم. لا ما كنعرفهمش. ايوا هما نتوما. انت خوتي اختك صرت الماء في الدروج ما حشمتيش؟ بعدا عجبتيني فيه لانه جفون. بيان سور كنعرفوهم، الله هي ولدي الشباب ديالنا كنبغيوهم. نو ابسوليمون با. هما الناس اللي كيمثلوا المغرب دابا. فينا هما؟ فين هي الاخرى؟ ويلا قلت لك باللي هاد الاشخاص هما انا و مرحبا سيدي مزيان، وما كاين مزيان منكم جوج. ها هو هيا. لا ما كنعرفهمش. هما هادو اللي حدا. عمرنا شفتكم. اوه لا لا شكون اللي مازال يعرفهم جا صاحبتي؟ هيا اختي دراري واعرين تيسطيوني بالسلوك ديالهم. الوانسه وعيني تشوفك يا ويلي. انتم تشهرتوا بادائكم لمجموعه من الرقصات، وهذا الشيء هو من الفيديوهات اللي داروا البوز في الانترنت وشافوكم الناس بهم. اليوم بغيت نختبركم في هذه القضيه، نعطيكم بعض المقاطع الموسيقيه وانتم ديروا عليها دي دونس رقصات. مستعدين؟ يلا يلا تصفيقات حرة اليوم عفاكم. دابا تعطيهم ايقاع هندي. دابا تعطيهم ايقاع شعبي. يا ربي ها. يلا شدوني الهوايج. ولا خويا انا راه كيشدوني الهوايج، ما كنبغيش هادشي ديال الدقيقه. شو مالك؟ عطينا دابا الرقاده. يلا
رجاء عمر لاحظوا المتتبعين ديالكم اللي فان ديالكم ان كاين بوادر ديال فكره انفصال ما بين عمر ورجاء. لاحظنا مؤخرا انك قدمتي اغنيه بوحدك رغم انها حضرت معك في الاغنيه في الكليب ولكن ما غناتش. واش ممكن نشوفوا انفصال مستقبلا ديال عمر ورجاء بالمير؟ هو ما كاينش انفصال، ما كاينين، لانه كيف ما كيعرفوا الناس انه عمر ورجاء كيديروا ديو كل سنه. فاحنا علاش قلنا علاش وسط ديك السنه ما نبقاوش نبعدوا الجمهور على عمر ورجاء، نديروا يعني كل واحد يخرج فينا سينجل ديالو. مثلا انا نخرج السينجل ديالي، رجاء تخرج السينجل ديالها، وغنعاودوا نتجمعوا مورا داك العام. وعلاش كتشوف فيهم تكتضحك؟ كنشوفك تنتخيل دابا رجاء الى تنتخيل لا تنتخيل رجاء الى تزوجات دابا كي غدير؟ كي غندير؟ كي غندير؟ كي غندير؟ صدمتي. عجبني دابا عجبني. دابا هاد الديو هذا يعني الا مثلا زوجات هي واش هاد القطط الديو يستمر؟ نشوف راجلها. مالو راجلي؟ قالوا عليك ماشي قدك. كنحتارمو. كتحتارمي؟ لا نشوف راجلها الا ما تعرف يبغيها تبقى مكمله في الفن. اش بالك؟ والا هي حبسات ما كملاتش؟ الا هي حبسات غنكمل انا الراس الجمهور كامل غيجي عندي انا. ياك ما تخافش ان الجمهور غادي تجيو عنده بوحدو ولا لا؟ ها اوه. وشكرا. عمر عندي لك واحد الهديه زوينه نتمنى انها تعجبك. تفضل، هديه من رشيد شوس ثقه على عمر. واش قاعد فهمت هديه وتقلقتي؟ لا حيت ما مرتاحش. ما مرتاحش. تفضل تفضل. واخا شكرا. لا سير الهديه وفتحها ووريها للجمهور. كنتمنى من اعماق القلب نتاعي تكونش فيها شي حاجه الوسط. لا لحقاش. هو دابا سلبي حل مالك؟ عرفتي ما قدرتش. لا والله ما تخاف. ما قدرتش. ما تخاف والله ما تخاف. والله ما انت مالك؟ ولا 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 صدق خويا ولي كنسمح لي. شكون قال لك هاد اللعيبه ديال النحل؟ هاد اللعيبه ديال النحل قالت لي رجاء، قالت لي عافاك ملي جا عندك الحلقه بغيتك تخرجها منه لان كيموت منه. ملي ما جبتيش لي خاليه هي والملكه نتاعهم ما درتي والو. شوف انا التحدي اللي عندي اليوم اش ها هو؟ شوف غندير لك شويه ديال العسل كيتقطر هيك. غندير لك شويه ديال العسل هنايا وبغيناك تذوق العسل وسط النحل. واش تقدر؟ تحدي. نقدر. تقدر؟ نقدر. عطيها 1000 ريال. سيخة تهرى عليها. عقلتها مرة ما نقدرش. سمعتي؟ قال لك عقلتها راني ما نقدرش. ياك. النحل وهي الفوبيا ديالها شناهي الفوبيا ديالها؟ تفرقع. هذه الفوبيا. أي حاجة كتفرقع. اخباركم اكثر حاجه كتشابهوا فيها شنو هي؟ شنو هي؟ هي السنان. كاين واحد الفئه كبيره ديال الجمهور كتبغيكم، وكاين واحد الفئه اخرى كتقول بان عمر ورجاء بالمير غير متطفلين على الميدان ديال الغناء. كيفاش كتلقاو نتوما هذه الانتقادات اللي كتكون بخصوص في مواقع التواصل الاجتماعي؟ انا ما غاديش نعتبر نفسي درت شي حاجه في الوسط، في الوسط الفني الى ما كانوش هاد الناس موجودين. حيت هاد الناس هما اللي كيخليوك تزيد بالقدام وكتعرف بانك كوميم وصلتي واخا لهذيك 2% ديال هذاك النجاح. ما كنقولش نجاح ساحق ولكن كنقول واخا غير هذاك 2%. واي واحد في اي دومين ماشي غير في الوسط الفني، ماشي في يعني في اي دومين كتلقى ناس اللي كتنتقدك، ناس ما كتبغيكش. الا ما كانوش عندك انتقادات راك ماشي. بعض الناس رجاء عمر من الناس اللي قراب ليكم بزاف قالوا بان عمر ورجاء من بعد هاد الشهره اللي حقوها اصابهم الغرور وتبدلوا في السلوك ديالهم والتعامل ديالهم مع بعض الاقرباء ديالهم، بعض الناس اللي قراب ليهم. ما كاينش هاد الهضره. حنا صحابنا اللي كنعرفوهم واللي يعني صحابنا ديال بصح كنعرفهم دابا 9 سنين هما اللي باقيين معاهم دابا. كون دخلنا الغرور ما كناش غادي نبقاو في بزاف الحوايج. ما كنتيش غتلقاني في قصر يا عزيزه كل سبت، تقدر تلقاني في شي بلايص اللي انا من نوع ما كنبغيش الاماكن الكلاس وداك الشيء ما عنديش معاهم. تمشي الاماكن الشعبيه اللي مشي الكفته والشوا وداك الشيء ما عنديش معاهم.
كتمشيش البلديه كتمشي للطماريس كتمشي للطماريس المهم شوا الكفته الصوصيص واخا سيري عمر ورجاء نتوما تشهرتوا كما قلت في مواقع التواصل الاجتماعي واش في نظركم الان مع هذه الموجه الكبيره ديال المواقع اللي كاينه واش كتظنوا بان الشهره في الانترنت كافيه انكم تحققوا هذا الانتشار بلا ما تحتاجوا للتلفازه واي فنان كيحتاج التلفازه باش توصلوا اكثر للمشاهدين حيت التلفازه ماشي هي السوشيال ميديا السوشيال ميديا كيكونوا متابعين واحد الفئه ديال الناس واخا غادي نقولوا كاينين الناس كبار اللي كاين يعني مثلا انجان غيقدر يبقى شاد التليفون 24 ساعه بالنسبه لماما ولا البابا عندهم ديك ساعه ساعتين يعني في ديك ساعه ولا ساعتين ما يقدرش يوصلوا يعني يشوف عمر ورشاء وعلاش عمركم مثلا ما فكرتوا في انكم تشاركوا برامج الهوات لان دابا ولات كتحقق بزاف ديال الناس شهره كبيره خصوصا البرامج اللي كتثبت في القنوات العربيه وي. علاش عمركم ما فكرتوا في هذه المساله هذه هو يعني في بلاصه حنايا ما نمشيو نشاركوا في شي برامج ديال الهوات يعني حنايا وصلنا لذاك الشيء اللي يعني باش غادي نمشيو حنايا نشاركوا في شي برنامج باش نوصلوا ليه يعني حنا الحمد لله واصلين ليه وانا كنشوف ما نحتاجوش يعني نشاركوا في شي برنامج وهذوك البرامج يمكن غادي نقدر نقولها لاول مره جميع برامج الهوات اللي كاينه في الوسط الفني وفي الوسط العربي كلهم عيطوا لينا حيت هذوك البرامج كيبغيو تعيطوا على ناس مشهوره باش تزيد تشهر لهم البرنامج وسمعت بانه شي برنامج عربي معروف عيط لكم وقال لكم بغيتكم تشاركوا ونضمن لكم انكم توصلوا للفينال يعني وي. يوصلكم للفينال وي. شكون هو هذا البرنامج عطينا فك الهريسه عافاك لا يا ربي لا ما عمرني كليتها في حياتي راه انا عطيني الهريسه ماشي واخا ماشي مشكل غتجاوبوا تقولوا سميت البرنامج ولا ما تقولوهاش لا راه الهريسه عافاك شتي انا باغي نقرش لك تتكتفني وتعطيني بالمصويطه شنو هو هذا البرنامج ما يمكنش وفعلا قالوا لكم وفعلا قالوا لنا ندوزوكم حتى لا بغيتوا حتى المباشر تخيل يعني دوز مرحله دونك ما كاينش مصداقيه في هذا ما كاينش مصداقيه حيت كيف ما غادي يدخلونا بالغش يقدروا يخرجونا بالغش سمعنا بان كان عندك عمر تجربه في ستوديو دوزام سمعنا بانك وصلتي حتى للفينال واش فري هذا الشيء واخا دوماج ما كاينش عندكم الارشيف كاين الارشيف لا ما كاينش ناري لا ما كاينش عرفتي كي كنتي يا خويا ناري كنتمنى راشي فين الشعور كينك يا عمر هي الايام وعمر تشهر وتبدل وزيان يا خا نضحكوا شويه عمر شاركتي في ستوديو دوزان عاودينا شنو وقع ماشي شاركت ما عندكش فيديو لا قولي لي لا ما باغيش حتى هي اللي عطتنا هذا السكوب عاودي لي كيف شارك انا ما غادي نسكت عاودي انت عمر مشى ستوديو دوزان تسنى حتى الوقت ديالو يجي المهم داخل كان عمر تهبط شعرو الحيصه وتي دخل يلاه عنده داك التليفون يلاه بدا كان كيغني لونجلي ويصل عليه ترنانان حل الو بابا رانا في كاستينغ وعاود التليفون في الاخر هو يحيد لي الباتري قالوا لي قال لي شكرا وغنعيطوا لك شفناك حتى ما شناهم الخليج دابا بالنسبه لكم فين عمر ورجاء كيشوفوا مستقبلهم الفني واش في المغرب ولا في الخليج بصراحه بجوج لحقاش كل واحد والجمهور ديالو يعني المغرب عنده جمهوره والخليج عنده جمهور ما يمكنش نعزل واحد فيهم ما كاينش شي فنان غير هو كنلاحظ ولا كنحسوا من خلال ادائكم الاغاني سواء في لي ريتم ديال الاغاني سواء في اللحن بانكم كتحاولوا دائما ديروا ريتم خليجي واش كتبغيو تقربوا منهم واش هذه محاباه لهم ولا محاباه للجانب المادي ولا شنو لا بالنسبه للاغاني هو كيكون الاغاني المغربيه قريبه من الاغاني الخليجيه نفس الايقاع تقريبا كيكون 4/4 يعني الايقاع كيكون يعني ملي كتسمع انت اغنيه مغربيه يمكن لك تبدلها خليجيه
ولا سمعتي خليجيه تقدر ديرها بعزف مغربي. احنا ما كان زعما انا نتحداك دابا نعطيك اغنيه شعبيه وما تقدرش ترديها خليجيه. اعطيني مال اعطيني فيزا والباسبور اعطيها لي بالخليج. يلا الله الله يا هلا بسعيد. الله الله كازال مارسيل في بديالي وراه تجور ما ننسى شيء. تبارك الله عليكم وتبارك الله على الفرقه الموسيقيه لانهم تبارك الله كلهم موسيقيين ممتازين. تبارك الله عليهم. تبارك الله عليكم. وسمعت ايضا بانكم ناويين تغنيوا في اعراس في الخليج، واش هادشي صحيح؟ وي ديجا كانوا عندنا اعراس في الخليج في قطر حين اعراس وجاي في البروغرام ان شاء الله اعراس بالخليج. هما الاعراس في الخليج مهرجانات وحفلات. وي هما الاعراس في الخليج يعني بحال كتقول حفله. عرس في الخليج عندهم حفله. انتم مشيتوا لعرس تروبلون تتبانوا لي زعما ما فهمتش كيفاش كيتيقوا فيكم عطيكم. لا ما تخافش في الاعراس الخليجيه كنكون انا اللور. عمر كيكون مع الرجاله وانا مع العيالات. مع العيالات. كل واحد بوحده. ما كاينش الرجاله ما كاينش ميكس ديال دونك حتى تسناو تلقاو. وفي المغرب تقدروا ديروا اعراس؟ وي وي شتي قلتيها بتحفظ وي ما عرفت حيت نقدر على حساب يعني شنو واش غادي يبغوني نغني مغربي ولا غيبغوني نغني شعبي ولا الستيل ديالنا. وي الا كان على الستيل ديالنا وعلى الاغاني المغربيه انا ما عنديش مشكل. عمر شي عطيت عليكم هنا شي عرس؟ وي مره واحده مي العرس تانيولا. شتي عروسه تجي والعرس معيطين عليك انت وبغيتي العرس يتمم. وكاين بزاف الناس اللي كينتقدوا هذه القضيه كيقولوا علاش عمر ورجاء كيغنيوا اغاني بالخليجيه في الوقت اللي الاغنيه المغربيه والدارجه هي الموضه دابا ديال الغناء على المستوى العربي. هذوك اللي يمكن كتشوفوا في وي سيسون دي كوفر كنديروا درنا كوفر ديال اغاني ديال الراي اللي هما سته الاغاني كوفر واحد خليجي ولا يمكن وثلاثه الاغاني مصريه. يعني ما كاينش غير الناس يقدروا كيبقاو مركزين مع عمر ورجاء خليج. احنا ما بالعكس احنا كون ملي كتجي الخدمه في المغرب راه تنخدم. وسمعت بان عندكم سوابق في الخليج بالضبط في الامارات انك تشدوا البوليس. عمر هذيك الساعه يلاه انا جاي اول مره غادي نمشي في الخليج باقي ما عرفش القوانين ديال الخليج. مشيت للبيسين ياس معروف في دبي اكوا بارك ابو دبي. وي نورمالمون حنا في البحر هنايا وبيسينات ديال شنو كتبدل فين ما كان. عمر لو عليه فوطه يسحب راسو في سيدي عبد الرحمن لو عليه الفوطه وبغى يبدل قالوا لي تعالى شافوني بالكاميرا. هو نورمالمون تما كان فيستير يعني نورمالمون كاين ولاد وبنات ما غير الا بغيتي تفتح التليفون ما كتلقى كاميرا جميع دونك هو ديك البلاصه كانت فيها غير باش تحط التليفونات ديالك والاغراض ديالك. بديت كنبدل وما يجيو عندي قالوا لي اش كدير قلت ليه كنبدل قال لي اجي معنا تبدل في البلاصه. يعني تو حسيت درتوها على طريقه الكليب ديالها درتو على طريقه اللايف. وي لا تكنيك اللي دابا في فيسبوك. وي وواحد درتو على طريقه سناب شات. وي ياك كيفاش هاد القضيه هادي مرجيه غديروا ابيل بو واتساب ولا لا لزوين هاد اللي عندك ياك كان نزيدوها. هو فيديو كليب كان من اخراج زكي اللي كنوجه ليه تحيه. هو شنو درنا قلنا نديروا شي حاجه اللي جديده لحقاش انا ورجاء كنبغيو نديروا يعني شي حوايج اللي جداد واللي ما دايرينهمش الناس. دونك حنا قلنا اللايف
حتى واحد ما دار شي واحد. وديجا كتطلع دابا الفيسبوك كتلقى الناس يعني ما يمكنش تطلع في لاكيو ديال الفيسبوك ما تلقاش شي 20 واحد طالع لايف. تماما. هذاك الشيء علاش دابا اليوم غندير واحد لايف من هنا مباشره. غنديروا لايف من لاباج رشيد علالي. اييه. غادي نشوفوا الاسئله الناس شنو بغا يسولكم مباشره تجاوبوا عليهم. يلا مرحبا. بدينا. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه اول مره كنديروا لايف من لاباج فيسبوك رشيد علالي فيغيفي. وبغينا الناس يسولكم مباشره. انا غادي نقرا بعض الاسئله بالزربه. الاسئله الاولين اللي غيطلعوا هما اللي غنطرح عليكم. مرحبا. تقدروا تحيوا الجمهور اللي كيشوفكم دابا مباشره. تحياتنا لكم. وصدقوا. اذا الاسئله دوك غادي نقراو الاسئله ديال الجمهور. السلام ياسير. واحد قال لك براشيد هذا باغي يجمع مازال. هاجر دونك لايف ديديكاس خويا ياسين ويني. دونك سؤال لهم دغيا. فوالا دونك عطيونا الاسئله. السؤال قال لك سيدي رجاء عمر بن المير واش ممكن شي نهار ديروا شي ديو مع شي فنان اخر؟ وي ان شاء الله. هو كاين واحد البروجي مع ديو مي باقيين دابا في جري التحميل. سيسي واقف قال لك تعجبوني. علي قال لك شحال عندهم من عام؟ شحال عندكم من عام دغيا؟ انا 22 راه 24. واش نتوما واحد قال لك عبد الله قال لك واش نتوما ما غاديش تزوجوا؟ ملي تزوجوا واش غتبقى علاقتكم هكا؟ اكيد اكيد غادي تبقى علاقتنا هكذا. خويا رشيد بليز سولهم واش هما ديما هكا متفاهمين ايج تام. الله على هذا. يلا وي ديما هكذا. وإلا بغيتي تعرفين واش بصح هكذا اجي معنا الدار عيشي معنا كنتحداك ساعة واحدة. ساعة واحدة. رشيد قال لك واش كتفرجوا في رسوم متحركة بزاف. قول لهم كيسلم عليكم عبد الحق من دبي. واحد سميتو زهير عويسات. تحياتي لك عبد الحق. تحية للجالية المغربية في كل بقاع العالم. قال لك اللي سلمى مسناوي قالت لك الميغ بالمير واش رجاء هادي دير اغنيه ديالها بوحدها بحال عمر؟ وي ان شاء الله كاين بروجي ديال اغنيه بوحدي. وي تبارك الله عليكم. شكرا لكم. ميرسي. رجاء عمر نتوما فين كديروا المقالب بعضياتكم اليوم؟ غادي نعطيكم واحد التحدي مقلب لكم بجوج وتسناو هذا التحدي هذا اللي غيدوز عمر ورجاء. غادي ندوزوا دابا لمرحله الفاسافاس. مستعدين؟ مستعدين. مرحله اللي فيها اسئله محرجه، اسئله صعيبه شويه، غتكونوا معايا في المواجهة. غنشوف هادشي كامل بعد هاد الفصل. رجاء وعمر بن المير نتوما حققتوا واحد الشهرة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. بعض الناس كيقولوا بانكم تنكرتوا الناس اللي كان لهم الفضل في هذه الشهره ديالكم. في مجموعه من الحوارات ديالكم ما كيتجبدش الاسم ديالكم. علاش؟ انا كنقول رجاء عمر ما طلعهم حتى واحد، طلعوا هما بالمجهودات ديالهم. وكان في كانت ناس اللي كتحاول ديما تدعم عمر ورجاء. انا ما نسيتهمش، ما نسيت حتى واحد فيهم، وهذا كلام غلط. عمر الى اقترحوا عليك ديو مع احدى الفنانات المغربيات من غير الاخت ديالك، شكون هي الفنانه المغربيه اللي ممكن تعوض رجاء شي ديو؟ اوكي. تعوض رجاء فيها جوج الحوايج، يعني واش نعوض نكمل مع المسيره الفنيه ديالي؟ غير ممكن دير معها ديو.
مثلا. اوكي اكيد يعني الا اختاريتي انت دابا الان من الوسط الفني شكون هي الفنانه اللي تتمنى انك دير معها ديو؟ اسماء منور. رجاء اشنا هي اكثر حاجه كتكرهيها في عمر بالمير؟ بعض المرات كيكون اناني. كيبغي هو يكون ديما هو الاول. هذه حاجه بعض المرات كتكون زوينه وبعض المرات كتكون خيبه. شنو نقطه الضعف ديال الرجاء بالمير؟ الحقره. الى حقر عليك شي واحد ولا شفتي شي واحد كيتحقر؟ بجوجو ما كنسكتش على الحق وصريح اكثر من القياس، لان كنقدر نخسر ناس بسبب الصراحه ديالي. عمر في نظرك شكون اللي عنده شعبيه اكبر في مواقع التواصل الاجتماعي، واش رجاء ولا عمر؟ رجاء، ولكن اللي كيعرفوا رجاء كيعرفوا عمر. واخا رجاء تكون عندها نسبه عاليه من الفولورز وهاد الاشياء ديال السوشيال ميديا، اللي كيعرفوا عمر كيعرفوا رجاء، واللي كيعرفوا رجاء كيعرفوا عمر. دونك ما كيكونش تحدي بيناتنا شكون اللي عنده اكثر وشكون اللي عنده اقل. الى فرض عليك زوجك رجاء مستقبلا مثلا انك توقفي مشوارك الفني وتخلي على الديون اللي كيجمعك بالاخ ديالك، واش تقبلي؟ وي. ولا تقبلي؟ وي نقبل. ايوا واخا وي، حيت اي بنت مصيرها كتزوج، مصيرها خاصها تكون يعني تسمع كلام راجلها، ولا ما كانتش عاجبها شي حاجه راه ما تديرهاش. عمر ورجاء، سؤال موجه لكم جوج، شكون هو في نظركم الفنان المغربي اللي شرف المغرب في الأغنية المغربية الشبابية؟ نجاوبوا عليها بجوج دقة. واحد، جوج. سعد المجرد. فنان سعد المجرد هو اللي شرف و يعني عطى واحد ليماج للمغرب زوينة. الله يفكو حيلو. وشكون هو الفنان المغربي اللي أساء للأغنية المغربية الشبابية؟ يعني قلنا كلو الهريسة ما نقدرش نجاوب. صفقات على رجاء عمر بالمير. رجاء هذه أول رجاء رنيت خمرني كنت لريزة في حياتي. رجاء وعمر بالمير، قبل ما ندوزوا للفقره ديال التحدي اللي غيكون تحدي سبيسيال وصعيب شبيه شويه بالمقاليب اللي كديروا بعضياتكم، اشنو ممكن تسمعونا؟ تناديك. تناديك، يلا صفيقات هرا اليوم. مدام اننا بنعيش مره، ليلة
وناديك ودموعي همالين وفصادري تنهيت وحرق أحبك ومالي الحب تاويل ولا جبت من كل المضرة تناديك رغبة المجابين من الأرض وانت بالمجرة تهادي على غصن من الليل وتنادي على القلب مجرة شكراً ميرسي بارك الله عليكم هذه ما يتسالكم الله يخليك عمر فراسك عتي من جيتيني كتشبه لمن اخويا جيتيني كتشبه لجسمي فاش ضاعت الله اخويا ياك عطيني شي موال ديال جسمي موال جسمي يا عز الناس فقدت الحب والطيبة وانا مليت بهالدنيا سواك طالت الغيبة وانا الدنيا سوى كن طالت الغيب شكرا عرشة وعمر دابا غنخليكم في تحدي فاس فاس تحدي خطير عنده علاقه بديك المقالب اللي كديروا لبعضياتكم نشوفوا تحدي ديال حلقه اليوم من بعد هذا الفصل عمر بالمير ورجاء بالمير في تحدي صعيب بزاف تحدي ديالكم كاع دوك المقالب اللي كديروا جمعنا لكم في تحدي واحد التحدي الاول هو ديال البيض كاين 30 بيضه غادي نعرفوا شكون هي الخضره في هاد 30 بيضه كلهم مسلوقين الا وحده وغادي تجربوهم في بعضياتكم من بعد غادي تدوزوا للتحدي الموسيقي غيعزفوا لكم الفرقه بعض المقاطع والمقطع اللي ما تعرفتوش عليه غتحكم عليكم واحد الحكمه هي انكم شو داكشي اللي فوق منكم هادوك عامرين بالماء اللي ما عرفش المقطع غيوقف تحت منها وعينك ما تشوف الا النور تصفيقات حره اليوم يلا دغيا ما تلوحوش في الارض عفاكم المقاليب جات فيك يلا دابا تصفيقاتكم التحدي الموسيقي يلا يلا ثلاثة جوج واحد
ثلاثة جوج واحد. المقطع ما عرفتوش؟ عرفته. شنو هو؟ عرفت اللحن اللي كان. عرفت ديال من؟ ديال من؟ عبد الحليم. عبد الحليم. صافي نتي ما عرفتيش التحدي، غتوقفي قدام. يلا اجي هنايا، غيمشي لك المكياج وغيمشي لك الشعر. وتحيه الرجاء. صافي رجع رجع، زقلها زقلها. يلا نسمعوا المقطع الثاني. وردة. غامو. أجي أجي أجي، نوبتك نوبتك. وقف هنا وقف 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 هنا وقف هنا وقف هنا. أجي رجاء، أنا بغيتك تنتقمي لي منه مع قاعدك شي هكذا. لا شوف قاعدك شي اللي دوز عليك هاك، حاولتني شي مزيان. أجي هنا أجي هنا أجي هنا هنا هنا. صافي صافي. لا صافي هنا مزيان. رجع 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 شوية. صافي يلا، واحد واحد جوج. واخا دابا بغيتي ترجع لي الصرف دابا. لا ولكن شوف، انت عييتي ما تعدى عليها، ودابا جا الوقت باش انتقمت منك. الحوايج يلاه شاريهم البيض، ولكن خصك تدوش ملي تعمرتي بالبيض. سي خاص هرع عليهم عفاكم. عمر رجاء، شكرا اللي حضرتوا معنا، ونتمنى مشاهدينا ان الحلقه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. اشنو تقولوا في الاخر دابا قبل ما نختموا الحلقه؟ كنبغيو نشكروا الطاقم ديال رشيد شو، من عازفين من منظمين من جمهور. وليك نتايا رشيد شو، وما ننساش نشكر بيبع عايشه عياش على الشيء اللي دارت لينا، تزيننا البوكيصه وداك الشيء. شكر ليك وشكر للجميع المتتبعين المغاربه، كنبغيوكم بزاف. تبارك الله عليكم. شكرا. باي باي. شكرا لك، تبارك الله عليك، عجبتيني فيه. ها قولي لي يا حبيبه، دابا عندنا واحد الضيفه. يا ويلي على حبيبه. استقبلوا معايا تحت تصفيقاتكم الفنانه زينب عبيد. اش كتجيك نبيله عبيد؟ والله العظيم لبنت عمي. الفنان ياسين صواب. والله يجيك حسبه بحال ماما حق الله. اكثريه الناس اللي كيتفرجوا في مقطع الشجره كيجيو عندك يقولوا لي خليتي هنا بلا عشاء. صح حق الله. ماشي شحال درت بهم حميدات.